الشغل اللي عملته امبارح بالباب ما كنت عملت مشكل له اول ما قالوا اخر ذبحتوا بعضكم قتلتوا بعضكم. انا بدي اعرف هذا فهمان مع مين ولمين عم يشتغل؟ للي بيدفع له. ما انا دافع له كمان. اتفضلوا شوفوا قديش بيدفع له. اتفضلوا دافع له. دافع له شرفه. صرت دافع له 15 مليون ليره. وصار اخذ من بالبول حوالي هالمبلغ. اوف، وين عم بيروح بهالمصريه؟ دخلك انت قديش صرت قابض منه تقريبا؟ 600. وين اني؟ هيتهم هيتهم. شو دخلك؟ انا اخذهم من مصريات بلبل. وانا مصرياتي مين اخذهم؟ مين اخذهم؟ اخذهم امين ومشكاح وابو نصره. مين اخذهم؟ انا بهيدا البيت. ايه عودي ثلاثه ما بدي اشوفهم هون بعد الانتخابات ابدا. مفهوم؟ الك علي كل ما اجى واحد منه اللهان بنعمل له قتله. لك حاج تعمل قتل وحط ضروب. ولك يا شكري انت شو بدك بهالشغله؟ شو اللي نزلك على هالانتخابات؟ انت شو لك عليها بالانتخابات؟ الانتخابات واجب وطني وشريف. يا اخي واجب وطني مزبوط وشريف مزبوط، بس اله ناس، اله اهله، اله ناس بتعرف فيه. انت الله يساعدك ما اخذ عقلك الا جمع العمله. شو هالحكي؟ انا افكر بالسياسه، افكر بالعملة. ما السياسة والاقتصاد توأمان، وبنكاية بهذا بلبل وفهمان بدي استمر بترشيح نفسي. يا أخ أبو سليم بتحب تتعاون معنا؟ لك يا شكري كان على عيني، بس أنا ما بنتخب هون، أنا بنتخب بضيعة حرش البلان. ما
أسعد أنت وين تنتخي؟ ضيعت حرش البلين. وأمين؟ أنا ضيعت حرش البلين. ودرباس كمان بحرش البلين. أي أنا بنتخب بجنوب. حلو، لكن أنا مين بدو ينتخبني؟ الناس. أين الناس؟ أحنا ها لكن أنتوا بتنتخبوني؟ يا لطيف، بس منين بدي اجيب لهم مصوري؟ هودي ما بيقبضوا مصوره، هودي بينتخبوا الانسب. ايه للانسب، انا الانسب، وخاصة اذا عملت وزير مالية. بوعدكم ما بيروح لعندكم قرش. يا عيش مرشح الشعب والتلفزيون شكري باكي يا عيش يا عيش يا عيش. دقدق لوز يا درسة، دقدق لوز يا درسة، شكري قاعد على الكرسة، شكري قاعد على الكرسة. صب له صاحن فتوش، صب له صاحن فتوش، بركي على الكبسه بيطوش، بركي على الكبسه بيطوش. يا ابو سليم، هلا هودي المساعدين والقائمين بالحمله الانتخابيه ما بينتخبوني، وشو بيسموهم دخلك يدان؟ هودي يا شكري باك بيسموهم مفاتيح انتخابيه. مفاتيح؟ بس انا شايفهم قفوله. لا لا يا استاذ بالقول. ولا كلمه. بلبل زعلان، زعلان ليه؟ منكم زعلان، عملنا ايه؟ من فهمان زعلان، عملك ايه؟ ما عملت له يا روحي زعلان. يا استاذ بالبول، فينا نعرف بس احنا سبب زعلك يا فهمان؟ هذا العمل اسمه عمل اللي عملته؟ ايوه عمل يا استاذ. يا اخي انت عم تشتغل لمصلحتي بالانتخابات ولا لمصلحة شكري؟ طبعا لمصلحتك، بس من المطلوب كمان نلاقب خصمنا ونشوفه كيف عم يشتغل، شو عم يساوي، لحتى نعرف الخطط بتاعته ونعمل عكسه. وشو عرفتوا؟ عرفنا انه شكري عامل اعلان سري بده يدفع 50,000 ليره لكل واحد بينتخب. انا بدفع 100. ها هلا ما تشتغل يا سيد متكيف. نعم. اسمحنا بالورقه. يلا ها اعطينا اول ورقه لنشوف. هذه الورقه او الاسماء كلهم. هيدي بعض العائلات. حبيب قلبي فهمان، انا ما حدا بينتخبني الا بيقبض. هذا الاصول. شو هيدا هلا؟ هذا بعض الاسماء والعائلات. هيدي مثلا العائله هيدي. شو هيدي؟ شو؟ فهمت؟ إذا بدي أدفع لكل هودي اللي بدهم ينتخبوني رح تصير على الأرض لي حكم. إيه أنت حاطط إيدك بإيد فهمان وما بدك تصير على الأرض حكم. تبني أمت كيح؟ لك طيب لو المصاري اللي بدي يدفعهم لهو دفع ليهم إلي ولأبو نصر، عملنا أحسن مسرح بالبلد. مزبوط عم يحكي مش كيح؟ الحكي ولو هلا بعد ما وصل الأستاذ بلبل لو يتلبى على عرض النيابة بدكم تخلوه يتراجع؟ يتراجع؟ لا ما لازم يتراجع. ألو مين؟ إيه إيه نعم نعم رئيس فهمان. ايه كيفك؟ الوضع تمام. انت كيف الوضع عندك؟ بس شكري زعلان منك شوي. ايه ايه انت جاي؟ طيب رئيس معك، مع السلامة. يا ابو زغلول مع مين كنت عم تحكي؟ مع فهمان. فهمان؟ يا شوي نوي عجي وعنده اخبار ساره يا شكري. لا بدنا اخباره ولا افكاره. كيف ما بدنا؟ خليه يجي لشوف وين راح بالمصريات. هيا هيا اجا فهمان. الو شو معك يا ابنا؟ الو يا ابنا شكري بيك. ادو يا شباك ادو. روع اعصابهم روع اعصابهم. بتليد يا سيد تكلي لوح ولا رزي؟ لا تعال تعال تعال. مرحبا يا ابن العزيز. أنا نائبك؟ طبعاً. وبلبل شو؟ صائد سلف سلف. مظبوط. وليش صائد سلف سلف؟ لأنه النائب ما بتحبه لألو بتحبك لألك. مظبوط. وليش بيحبوني إلي وما بيحبوا إلو؟ أولاً يا ثقلي باك يا ابن العزيز، بيقولوا الناس ما أنا هن عم بيقولوا. مظبوط. إنه نحن بدنا ننتخب واحد عنده برنامج
انتخابي مثل سخلي. ما بدنا ننتخب واحد بدق عود بطلع بيطلع على المجلس بده يعمل ضغط العود. مظبوط. مش مظبوط. انا مع بلبل بده ياخد العود معه على المجلس. ليش ما بيكون لنا نحن نائب مثلنا بالمجلس؟ ليش يعني؟ هلا اسكتوا بلاها النغمه. لا ما بدي اسكت. شو ابو نصر؟ مظبوط. ها شو مظبوط؟ شو مظبوط؟ مش معطول رئيس فهمان؟ ولو يا سيد ثقلي نحن لازم نكون من الاساس في لنا اصول بهذا الشغله. معلوم. عن جد؟ تمام. ليك اقرب لهون. بس هيدي اخر دفعه بدفعها لك. ها؟ طبعا طبعا. يه هذا حديث؟ طبعا. وانا لو متفضي ما كنا يعني شيك هيدا امضي خالص. شو هذا سيد شكرك؟ شو في؟ نحن شو عملت؟ شو عملت؟ انتم ما دخلكم، كل واحد يشوف شغله اذا بتريدوا. شغلي هذا. فهمان؟ ايوه نحن معك. ها؟ طبعا بدك تعمل حسابنا. انتم الاصل. هم لا تفهم يا شباب. يلا وقفوا يا شباب. على وين اخذ لي اياهم؟ لوين بدي احط لك اياهم هون تعال تتفرج عليهم؟ بدي ياخذون على الاطوال يوضعوا مناتيل يعملوا هابولات. تكلي بيك تكلي بيك شكري بيك شكري بيك وتكلي بيك تكلي نب شكري بيك شكري بيك. ما تتهم بالهابولات انت تاخذ معك وقت وتطلع على الاطوال لا تكلي وبعد شكري باحلى مواقع. حلو اقعد انت بتعرف شو بدك تعمل. يلا لا تو انت عوام على طول. انا رح اظبط لك السيارات كله. يلا عوام يعني اعطيني البنطلون والقميص والسطر. يا شباب شكري بيك شكري بيك شكري بيك شكري بيك بالبل بيك. اقولكم بنجاح. صار عندي 3500 اسم. يعني كل هالاسماء رح ينتخبوا البابا؟ اكيد طبعا هو مسوقرين 100%. يعني البابا ناجح بالانتخابات؟ اي طبعا. هنالي شو تكلفنا؟ ماما شو دخل كلفه؟ شو هي تاجره؟ اكيد. شو لكان؟ ست ليلى في عندي هون عدلي زفت عنده 14 صوت بيت زفت. مزبوط زفت عين كبير كتير. اعملي معروف من فضلك قديش عدد الاصوات عندك صار؟ صار عندك 11000 صوت. ها؟ قولك مسوقرين؟ هيك وعدونا. على الوعد يا كمون. لا عم تحكي هيك. ماما كل هالقصة مش داخلة براسي. بس تصيري بنت نايب أو وزير إذا الله راد ساعتها قولي مش داخلة براسك. هيئتها بنتك ما رح تنتخبك. دخلك هلا قصات بالناقص شو يعني؟ أنا نعم. إيه موجود. مين؟ بدون ياك تحت عند ابو سليم. طيب انا رايحه بسرعه خلصوا شغلكم. ديروا بالكم منيح. يلا يا شباب. ايوه كل واحد منكم حافظ الكلمتان اللي بده يقوله للاستاذ بالبول. طبعا طبعا. آه. ما بدي خلبطه. اهلا 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 والكل غلط ما بقى في غيرك. بس يعني ايوه بس نعم في هيك شو بس شو في هيك شغله بالنسبه لاصحاب شو عنده ابن اخته بده يدخله بالجامعه وبتعرف امكانيه اهله ما كل هالقد ما قادرين يدخلوه يعني. طيب شو بتشكي لجامعات الدوله يا فهمان؟ هي ما بتشكي شيء بس يعني ابن اخته طايل فلتي يعني سعلي الذكي. أيوة. ولذلك الاختصاص تبعه منه موجود بالجامعه الدوله. طيب ماشي الحال سجله بالجامعه وانا بدفع. ماشي متي حالك يا طارق. ممنونك يا باشا. تكرم تكرم فهمان فهمان
قل له انه انا بدي فوت مرتي على المستشفى. اسمعت بلبل هيك بدك تفوت مرتك على المستشفى؟ ليش ايش بشي؟ بدي اعمل لها عمليه المراره. طيب اعمل لها العمليه حساب وزاره الصحه يا اخي. بس يا استاذ بلبل وزاره الصحه بدها تحط لي اياها درجه 5 و6. ليش وحضرتك باي درجه بدك تدخلها؟ بالاولى او الثانيه. طيب هذا معقول يا فهمان؟ يعني كلمه انت يعني هيدي شغلات الدوله بتعجز عنها؟ صح، بس استاذ بلبل ما هن طمعانين فيك وهن من الزلك يعني ما بيصير كمان. طيب هلا المهم شو صار عنا عدد اصوات؟ شوف لنا اعطينا يا متكحل والله. هيك نشوف هذا الاوراق كله. المجموع 14,000. وقديش بدنا لننجح بالانتخابات؟ 12,000. يعني عنا فوق المعدل. طبعا قصه لحديت هلا وبعد قصه يمكن من طبنا شايف حالك عم تزيد شوي. لا ما هيدا موضوع انتخابي. بعدين بلبل باك نعم. يمكن نحن من هون نوصل ل هلا عم ذكرني بعائله ثانيه كمان ابو تعليم طلع لها 400 صوت. ممكن نوصل على 20,000. شكرا على النجاح باهر. تزيد هيدا موضوع انتخابي بدنا نستفيد. انت بدك تستفيد. انا يا فهمان بهاليومين بدي اطلع على الضيعه اللي عندنا ضيعه تفشل بالليل لانه بعد 15 يوم انتخابات عندنا. منيح فاذا ليك نحن بنطلع معك لفوق ايه؟ وبنلصحك على الانتخابات وبنستغلك وبندعمك وبتطلع انت نيك. ما بدك نغلك طبعا. بتضحك علي انا كبير؟ شو بتفكرني انا بلبل ولا شكري بتمروا علي هاللعبات؟ ضعف الاستاذ بلبل يا شباب. يا فهمان نعم الشباب بدهم ياكلوا. هاي الاستاذ بلبل موجود. طيب جيب لهم ساندويتش. ماشي يا فهمان. لشو يجيب لهم؟ عندنا خبز ملف لهم كل واحد لقمه لبنه. لا كم تحكي انت خبز ولا تحكي انت كم واحد ابو نطلع؟ يا فهمان عندنا نحن 60 شخص. 60 اذا قلنا كل واحد ساندويتشين بدون الكذوب. 120 ساندويتش. 120 ساندويتش. شو 120 ساندويتش يا فهمان؟ عندنا 5 قطعات خبز جوا بيمشي الحال. ولك يا ابني ما معودين ياكلوا الجماعه على الاكل تنزعلوا معدتهم. فهمان اذا كان هيك المعدل رح نفلس يا اخي. ولو هلا 220 ساندويتش بدك تفلت بعد ما وصلنا للنزاح. هيك بيحكوا الاستاذ بالبول. بعدين في قصه عندنا شغلات ثانيين. بتعنا السيارات بدنا نحكي فيهم. شو السيارات؟ سيارات ما بدنا شيء 100 سياره لنجيب الناخبين نجيبهم لحتى يطرحوا بصندوق الاقتراع. هلا نحن كمان بدنا نجيب الناخبين ينتخبوا ونرجعوا. لك لا ما لازم ابدا. بس هو لازم الموضوع انه المنتخب هو لازم يروح ينتخب. بس المرشحين يلي نازلين على الانتخابات هن عودوهم يأمنوا لنا السيارة. اوف طيب شو بتكلف السيارة؟ يا طارق؟ نعم. انا عندي هون الفيش تبع السيارة. بدنا 100 سيارة بنهار الانتخاب. وكل سيارة داشا امين كلفة السيارة؟ كل سيارة 350 دولار. 350 دولار يعني اول يوم الانتخابات بدنا ندفع 15,000 دولار. يا لطيف. ومن عشية منكفي لهم على ده بيطلعوا 20,000. 15,500. لا شي كتير هيك يا سعد كتير. يا استاذ بلبل اللي شرب البحر بغصب الساقية. لك يا ابني صرت حاطط 200,000 دولار. بعدك بقول الطريق ما شفت شي طول بالك. لا اذا كان الوضع هيك انا عم فكر انسحب. شو؟ انسحب؟ لمين؟ لشكري؟ يدفع لي اللي دفعته وصرت خسران. نعم بنسحب له لشكري. انت متأكد يا بلبل؟ لا انا برأيي ما ينسحب ابدا. ما بصير ينسحب. طيب شو بتشوروا علي؟ انا عم فكر انه هيدي معركة تكسير روس. يعني بدك تسل له راسه لشكري وبتكفي بالمعركة. تكسير روس؟ نعم. فهمان؟ نعم. جيب ساندويتش للشباب. يا ابو نطلة؟ ايوه. هلي لاتوف كم ساندويتش بدنا؟ بدنا 240 ساندويتش. هون يا امين جيب 508 ساندويتشات لهون. اوام أيوة. من عند صاحبنا الزلمة اوام. حاضر. اوام على السرعة. ضعف قلبك. تأخر كثير يا تركيز. وين روحوا؟ بده نتأخر لأنه عم يعلقوا لك الصور. شو عم يعدلوا؟ امبارح قصه علقنا صور جديده وبعد منها اجوا الجماعه التانيين علقوا صور فوق الصور اللي علقوها. يعني نحن منعلق الصور بيجوا حضرتهم التانيين بيعلقوا. كيف هن بيعلقوا انا بتفاعل؟ شو بعمل؟ وتكلي بيك تكلي بيك شكري بيك شكري بيك وتكلي بيك. Yeah, 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 y
وسهلا بالشباب الطيب. تفضلوا اقعدوا ارتاحوا. يا اهلين اهلين اهلا. تفضل يا اسعد افندي. شكرا. الف مبروك يا تكليف. على شو؟ على انه صارت مسوق للنيابه وانسحب. شو مسوق؟ قبل باسبوع سوقت لي النيابه. كيف؟ ما قال على الطليق امور مستدده. شو هي؟ بالبل انتحبت عليها. على شو؟ احكي يا ابو نصر. يا مرشح الشعب والفقراء يا خي تفعلوا له البلبل الارسان اللي حاططن وخلاص منه. وقداش هو دافع؟ قداش دافع؟ احكي يا مشكاح. حوالي 200,000 دولار. شو؟ 200,000 دولار؟ انا مستعد انسحب له. يشرف يدفع لي اللي انا دافعه. لا ما بصير. شو انت تنسحب له وينسحب لك؟ ومطالب الشعب وين بتروحوا فيهم؟ انا السيني على موقفي ولا يمكن ان انسحب الا اذا دفع لي اللي انا دافعه. طيب لو يا طبيب وقداش انت بدك لحتى تنسحب؟ هو طالب 200,000 دولار، انا بقبل ب 150,000. ليش يا مرشح الشعب والفقراء انت قداش حاطط لحملتك الانتخابيه؟ 25,000 دولار. اوف، بدك تربح 125,000؟ هيدا بتسميه الربح؟ ولو العذاب اللي تعذبناه والوقت اللي ضيعناه، هذا ما قالوا ثمن يا فهمان. شكرا. اذا دفع لك 20,000 قبل. نعم 20,000 دولار بخسر 5,000. ما احسن ما تخسر ال 25. ايه يا دلبيت فوت اعمل قهوه. ضيف الطباخ. ضيخوا ضيف. خلينا موضوعنا يا تكليف. اللي شو عملت لي مشان هذا الريبورتاج الصحفي؟ هيك بدنا نصوره يا هالايام. ما عملنا لك الريبورتاج هين ومطولين على مين يصوروك مشان تلقي بيانك الخطابي حتى كل الناس تسمعوا. يا تكلي بس نسيت، انت بتذكر قلت لي الساعه 4. ايوه معلوم. انا حضر على الموعد يعني. ايه لكن لا، روح هيئ الخطاب واعمل البيان الانتخابي. طبعا دري بالك على الشباب وهيئه. عن اذنكم يا شباب. مالنا بس انت دي بالك علينا. طيب يا تكلي ما قلنا لك هيدي اخر دفعه. بلا بس هلا ذب الامول امول نهبل وبددي. اوعى بالبيان بدك تحط لي كم كلمه بالاجنبي حتى يعرفوك مسكر ما يفتكروك ابوع هيك. يعني لازم تحط بالاجنبي؟ ايه حط لك كم كلمه بالاجنبي. ايه في ديسيلونس. ايوه ليشي مارتين لافاتين. ايوه اجيكتيف كاليفيكتيف. كل الحظ وما تخاف. بالاخير شو بتكتب؟ شو بكتب؟ ايه شكلي. شو يعني دي شكلي؟ يعني دكتور. يا سلام. لك انا شكلي. عم تقول لي هيدا شك ب 1500 دولار. منيح عينه خلص. هيدا ما لنا. لا لحامله. بس بس بالاذن يعطيكم العافيه. ما تبيع صوتك. غفلت بك يا كبر. يا اهلا بك. يا اهلا بك. شكلي؟ علي لون هذا؟ اسعد هيدي. لا علي بلا انا تعط انا بعت سيف حدين. صح. قلت اعطينا. ايه شو فهمت؟ جاي محطة تلفزيون عالمية تعمل مقابلة للأستاذ بلبل؟ يعني شو هالقصة؟ أنا ما عم تركب بمخي. ها بلبل بلبل. إيه طيب بس ما حدا إجا لحد هلق. إيه طيب يمكن جاي. لا سلامتك. قال جايين يعملوا لك مقابلة صحفية بالإذاعات العالمية. ها تطلع. تفضلوا تفضلوا يا تباب. تفضلوا يا تباب. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. انا وطيب وسليم. وين كنت يا وين؟ عفوا عفوا عفوا. تفضل تفضل شرف. سيد بلبل منقدم لك مراسل السي ان ان العالميه. بدنا نعمل معك بلطان. تشرفنا. اهلا وسهلا. شكرا. بيعرف عربي؟ طبعا خطوطه بيعتنوا بيحكي عربي كرمال خطك. تفضل استاذ. استاذ بلبل. نعم. ما الذي دفعك لترشيح نفسك للانتخابات؟ لا لغة منيحة. أولاً واجبي كمواطن، ثانياً حق منطقتي عليه.